افتتح الدكتور محمد مختار جمعه وزير الاوقاف واللواء هشام امنه محافظ البحيره مسجد عمر بن الخطاب بمدينه دمنهور بتكلفه تصل ل 9.5 مليون جنيه اضافه الى 5 مساجد اخرى جديده بالمحافظه. وللمزيد من المتابعه ينضم الينا مباشره من دمنهور مراسل النيل وليد هيكل. نعم شروت، بالفعل كما ذكرت الآن من خلال شاشة النيل للأخبار نتابع معكم افتتاح مسجد عمر بن الخطاب بمدينة دمنهور محافظة البحيرة، وذلك ضمن افتتاح عدد 6 مساجد جديدة على أرض محافظة البحيرة وبمختلف مدنها. هذا مسجد عمر بن الخطاب بالفعل يأتي إحلالا وتجديدا بالجهود الذاتية على نفقة وزارة الأوقاف، أما عن ال5 مساجد الأخرى فهي بالجهود الذاتية. لكن مزيد عن هذه الافتتاحات شروتي، يسعدنا أن ينضم معنا الآن معالي وزير الأوقاف فضيلة الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة. سيادة وزير الأوقاف، إذا سألت سيادتكم عن عدد الافتتاحات التي تأتي على أرض محافظة البحيرة، عدد 6 مساجد جديدة اليوم الجمعة، كذلك يبلغ العدد في محافظة البحيرة أكثر من 115 مسجدا منذ شهر سبتمبر عام 2020 وحتى الآن. هذه الافتتاحات يا فندم وكذلك الإحلال والتجديد الذي يأتي على مستوى الجمهورية، عن ماذا ينم وكذلك النهضة التي تشهدها الدولة المصرية في إحلال وتجديد المساجد خلال الفترة الحالية؟ هو الحقيقة افتتاح هذا المسجد بدعوة من السيد المحافظ هشام أمنة له رسالة، وفي وجود فضيلة المفتي طبعا وبشرف أن أكون معهما هناك الجمعة دي بالذات، رسالة موجهة ومحددة من هنا من على محور المحمودية. هذا المسجد على نفقة وزارة الأوقاف بتكلفة على النحو الذي نراه ب 9.5 مليون تكلفة. إجمالي ما تم افتتاحه في محافظة البحيرة في العامين الماضيين 217 مسجد، 217 مسجد، وفي 4 مساجد قايدة الافتتاح قبل الجمعة القادمة أو التي تليها. اللي تم من أول سبتمبر في 8 أشهر 111 مسجد بناء كاملا أو إحلالا وتجديدا. إجمالي ما تم في جمهورية مصر العربية في 8 أشهر النهارده بنتم بهذا المسجد 1300 مسجد، 1300 مسجد في اقل من 8 أشهر. الرساله اللي احنا بنبعثها لكل رد على كل الجماعات المتطرفه والمشككه في زاويه صغيره كانت هنا تصرف على طاعه المحموديه مساحتها في حدود 60 او 70 متر تقريبا، قبل ان تزال ياتي هذا المسجد على مساحه 1400 متر. ليس هذا فقط، في كل الزوايا التي يتم ازالتها للنفع العام اما لكونها في توسعه طريق او توسعه محور، اضافه الى ان الزاويه كانت تعوق الطريق، يعني في يعني هي اضافه الى ان الزاويه على تعوق تطوير الطريق تصرف ايضا على شرب الناس. ياتي هذا المسجد تقريبا 20 ضعف الزاويه القديمه. دي رساله ان مصر تبني ولا تهدم، وعندما تسال زاويه للصالح العام او النفع العام وهناك اتفاق مع السيد المحافظ ومع كل اجهزه الدوله ان اي زاويه بتزال في اي محور من المحاور بيكون البديل هذا النمط اللي بيصل 1300 مسجد في 8 أشهر. فنقول لكل الناس مصر تبني ولا تهدم، مصر عماره ببيوت الله، مصر تعمر ببيوت الله. وهذه الرساله حرص السيد المحافظ على عدم ازاله الزاويه التي هي في تطوير المحور والتي حتى كانت تصرف على اطاعه المحموديه. طبعا احنا اخلقنا كل دورات المياه اللي بتصرف على مجاري المياه بهذا المسجد كرسالة، هذه البدائل، هذه الدولة المصرية، حتى نقطع ألسنة المشككين ومن يبثون الشائعات ومن يحاولون النيل من هذا الوطن. فهي رسالة مصر تعمر بيوت الله. كل شكر حضرتك سيادة وزير الأوقاف، وبالانتقال شروت للحديث مع السيد اللواء هشام أمنة محافظ البحيرة. بالفعل كما ذكر معالي وزير الأوقاف سيادة المحافظ، الدولة المصرية تبني لا تهدم خلال الفترة الحالية ومنذ زمن بعيد، كذلك هي رسالة بالفعل نريد أن تلقيها سيادتكم إلى كل الشعب المصري أو إلى أبناء محافظة البحيرة بصفة خاصة عن البناء والتعمير الذي تشهده محافظة البحيرة خلال الفترة الحالية خاصة في إحلال وتجديد المساجد.
طبعا الاول اسمح لي ان انا ارحب بمعالي وزيري الاوقاف وفضيله المفتي على ارض البحيره. شرف كبير لينا تواجدهم النهارده مع اهل البحيره. مبروك على اهل البحيره كميه المساجد اللي بتتفتح في محافظه البحيره خلال السنتين السابقين اللي احنا فيهم، يعني الفتره اللي فاتت احنا افتتحنا الفتره دي كلها 217 مسجد بتكلفه 375 مليون، واخرهم النهارده مسجد عمر بن الخطاب على مساحه 1400 متر ب 9.5 مليون. كل اللي احنا عايزين نقوله ان احنا مستمرين في ذلك، ومع هذا احنا بنزيل الزوايا، بعض الزوايا الغير قانونيه اللي هي بتصرف صرف سلبي على الميه. ده بيؤدي بحياه المواطنين طبعا للخطر، لان كلنا عارفين طبعا بيجيب فشل كلوي وما شابه. كل الكلام ده احنا بنعمله، وزي ما قال معالي الوزير اي حاجه بتضرب المنفعه العامه احنا بنتعامل معاها، ولكن دايما بنوفر البديل قبل ما نبتدي فيه. ما يتم في ارض البحيره من بناء المساجد ورعايتها شيء غير مسبوق في عهد معالي وزير الاوقاف، وبتوصيه فخامه رئيس الجمهوريه ان احنا نوجد البدائل دايما قبل ما نتعامل مع المباني المخالفه. كل اللي اقدر اقوله ان احنا في الفتره القادمه ان شاء الله في افتتاحات مساجد اخرى، وان احنا مقبلين على مجموعه من المشروعات منهم مشروع محور المحموديه. ان شاء الله ده فيه خير كبير لاهل البحيره، هيحقق لهم كتير جدا، الكل لازم يساعدنا فيه. اللي انا بقدر اقوله ان احنا الفتره اللي فاتت دي نفذنا في بلق في محافظه البحيره خلال السنتين اللي فاتوا مشروعات ب 56 مليار لفخامه رئيس الجمهوريه، خص محافظه البحيره بهذا المبلغ الضخم لان هو يساعدنا في قيام البنيه التحتيه داخل المحافظه وفي مشروعات قوميه عظيمه بتوفر فرص عمل لاهل المحافظه وبتوفر يعني احتياجات اهل المحافظه كمان. بنقول ان هو خص محافظه البحيره بست مراكز من مراكزها عشان يتعمل فيها مبادره كرة حياه كريمه اللي فخامته بيرعاها. المحافظه بتسير على قدم وساق في اتجاه التنميه في اتجاه النهضه، هنيئا لشعبها بما يتم على ارض البحيره وبدعم الدوله لهم. ان شاء الله بنامل المزيد لاهل البحيره في الايام اللي احنا فيها والايام القادمه. ان شاء الله كل سنه وكل مصر طيبه وفخامه رئيس الجمهوريه طيب واهل البحيره طيبين، بمناسبه عيد الفطر ان شاء الله اللي جاي لنا بعد 10 ايام. شكرا يا فندم. كل شكر لحضرتك سياده اللواء هشام امن محافظ البحيره. واخيرا شروت في كلمه موجزه مع فضيله مفتي الجمهوريه الدكتور شوقي علام احد ابناء محافظه البحيره والتي نشرف بها جميعا. سياده مفتي الجمهوريه، كيف تثمن سيادتكم البناء والتشييد والاحلال والتجديد الذي يتم بالفعل في كافه المساجد على ارض محافظه البحيره، وسيادتكم ابن من ابناء هذه المحافظه؟ في الحقيقة أنا بتقدم بخالص شكر وتقديري لهذه الدعوة الكريمة من معالي المحافظ اللواء هشام أمنة، والذي أحدث طفرة كبيرة في محافظة البحيرة تتناغم مع التقدم والبناء في مصر بكاملها، حيث نشهد بناء على كافة المستويات في تنمية الريف المصري، في تبطين الترع والمصارف، في مشروعات كثيرة جدا ومنها المساجد التي هي بيوت الله سبحانه وتعالى. نحن بنثمن كل هذه الجهود المبذولة على كافة المستويات، ندعو الله سبحانه وتعالى أن يديم الأمن والأمان والاستقرار والازدهار على مصرنا وبلدنا الحبيب. كل شكر لحضرتك فضيلة مفتي الجمهورية الأستاذ الدكتور شوقي علام. إذا زميلتي العزيزة شروت بالفعل هي رسائل يبعثها المسؤولون هنا من أرض محافظة البحيرة لكل قاصي وداني أن الدولة المصرية بالفعل تبني لا تهدم في كافة المشروعات وليس بناء المساجد وحدها فقط. إليكم في الأستوديو شروت. شكرا وليد هيكل.